كي نوريك توا انا رياكسيون هذايا شنو تمثل حسب رايك بالضبط؟ رياكسيون تاع انسان تفجع ولا انسان خايف؟ باش يكون هذايا موضوع اليوم في فازات المونتاليست، كيفاش نجم تتحكم وتسيطر على الخوف كي تشوفه عن الانسان اللي قدامك. كي نحكيو على الخوف غالبا نخمو في التهديد الجسدي والتهديد العاطفي، معناتها حاجه فيزيك ولا ايموشنيل. اكزامبل مثلا تبدا تمشي وشفت حاجه مثل خطر على حياتك باش تفجع. كيف الكوتي ايموشنيل، الحاجه العاطفيه انك تبدا خايف انك تخسر حاجه تحبها. ولكن راهو زاد الخوف نجم نشوفوه دون دي كادر بروفيسيونيل، معناتها في حاجات نتاع خدمه مثلا تبدا انت تقري ولا تبدا تحكي في محادثه مع انسان باش تنيغوسي على خدمه ولا قاعد تقدم في فكره. حتى لي سيتواسيون هذيا راهم نجم نشوفوا فيها الخوف. مثلا انت بدا تقري ولا تحكي مع انسان وشفت علامه الخوف، مع العلم انه علامه الخوف هي انه لي بوبير يتحلوا، مثلا العينين يتحلوا والحواجب يطلعوا لفوق. ولنا سؤال مطروح، علاش انسان يخاف في حاله كيما هكا اللي ما فماش حاجه بالحق تخوف؟ ولنا الجواب انه احنا في طبيعتنا كانسان ما نحبوش ان حاجه ما نعرفوهاش كيفاش صارت ولا حاجه ما نفهموهاش، هذه في طبيعتنا. وكي نعيشوا حاجه احنا مش فاهمينها باش يولي ثم كيما نقولوا اميلونج، خلطه من بين الخوف والارتباك. ولهنا كان انت تعرف تتصرف كي تشوف العلامه هذيا باش يكون عندك انا تو معناتها حاجه قويه على الاخر في التكنيك دو كوميونيكاسيون. ناخذ اكزامبل كيما قلت، مثلا قاعد تقري ولا قاعد تحكي مع شكون وشفت العلامه نتاع الخوف عند الانسان اللي قدامك. ولهنا هو البرفكت تايم، لهناش لازمك تعمل انك تقف على الكلام تسكت شويه من بعد تسال تقول له اسكو سي بون، الامور واضحه، عندك سؤال تحب تساله لي؟ التكنيك هذه راهي قويه برشا. علاش؟ على خاطر الانسان اللي مقابلك شنو باش يحس؟ باش يقول والله يعطيه الصحه حس بيا لاني ما فهمتش وخايف، دونك هذيك علاه سالني رغم اللي انا ما نجمش نقول له راني خايف. على خاطر يسوفي مسيت ليموسيون تاع العبد اللي قدامك راهو باش يرتاح لك على الاخر. نعطيكم سيتواسيون واحده اخرى مهمه على الاخر، انا مثلا تبدا تحكي مع شكون وطلبت منه حاجه اون فافور ولا باش يعمل لك حاجه، وريت رياكسيون هذي اي نجم نعمل الحكايه هذي اي اي، يعني ريت انت علامه نتاع خوف وهو قالك اي نحب نعملها الحكايه هذي. لهنا الفو فير اتونسيون. علاش؟ على خاطر تنجم تكون انت كثرت عليه والا هو خاف انه يقول لك لا. وللاسف الشديد ثم برشا عباد يخافوا ان يقولوا كلمه لا، ما نجموش يقولوا كلمه لا. ولهنا في الحاله هذي الفو فير اتونسيون، على خاطر النجم كيما قلت الانسان هذاك راهو قالها خوفا انه باش ما يقولش كلمه لا. دونك لازمك تزيد تثبت وتثبت اسكو بالحق هو مرتاح واسكو اي لي بري باش يعملها وانه باش يعملها وعمره ما كان خايف انه يقول لك لا. ولهنا وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا، كالعاده ما تنساوش الجيم والبارتاج. كان معاكم فيس مونتاليست، ملتقنا ان شاء الله فيديو واحد اخرى. علي باي باي، تشاو تشاو.